السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من استديوهات قناة سهيل الفضائية، نبدأها بالعناوين. عرض عسكري في الجوف احتفاء بعيدي 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر. الجالية واتحاد الطلبة اليمنيين في ماليزيا يختتمان فعاليات الاحتفاء بأعياد الثورة اليمنية. أستهل النشر بسم الله الرحمن الرحيم. نظم لواء الصمود حرس حدود في محافظة الجوف احتفالا وعرضا عسكريا لوحدات رمزية من منتسب اللواء بمناسبة الذكرى 62 لثورة 26 من سبتمبر والذكرى 61 لثورة 14 من أكتوبر الخالدتين، وذلك بحضور قائد اللواء العميد جميل المعالم وأركان حرب اللواء ورئيس عمليات اللواء ومدير المركز التدريبي التابع لمركز العمليات المشتركة 1501 العقيد وليد السمندر. وفي كلمته خلال الحفل هنأ قائد اللواء العميد جميل المعالم القيادة السياسية والعسكرية وجميع أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الثورية العظيمة التي أسقطت الحكم الإمامي الكهنوتي البغيض وطردت المحتل الأجنبي إلى غير رجعة، وأعلنت قيام الجمهورية القائمة على الحرية والمواطنة المتساوية. وحث العميد المعالم جميع المقاتلين في مختلف الجبهات على السير على خطى أبطال ثورة 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر وتحرير اليمن من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران. وثمن العميد المعالم دعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ووقوفهم مع الشعب اليمني في محنته التي تسببت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. أن تبقى يد الفرس ممتده إلى عاصمة الحضارة وعاصمة العرب وعاصمة القحطانية صنعاء، أرض شام العظيمة. شرفنا القيادتنا السياسية بأننا جاهزون وأن يدنا على الزناد وأننا ننتظر ساعة الصفر منهم. ورسالتنا للجيش الرسالة الثانية للجيش الوطني، جيشنا الوطني عليكم بأن تلتحموا مع قيادته، عليكم بأن لا تتسلل روح الانهزامية أو روح اليأس والإحباط إلى قلوبكم. معنوياتكم عالية، هممكم عالية، وحدوا صفوفكم، أعيدوا مجدكم، أعيدوا تاريخكم، حرروا أرضكم، ابحثوا عن وطنكم المفقود. إياكم 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 والخذلان أو التقاعس أو الكسلان والخذلان. الرسالة. وجه مدير عام الأمن والشرطة في محافظة المهرة مفتي سهيل صمود قادة الوحدات بمضاعفة الجهود ورفع اليقظة والحس الأمني وبذل مزيد من الجهود للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة. جاء ذلك خلال اجتماع لقادة الوحدات الأمنية وشرطة السير وأمن الغيظة لمناقشة الأوضاع الأمنية في المهرة. وثمن صمود اليقظة التي تتحلى بها الأجهزة الأمنية وتكامل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية لن تسمح لأي عابث بتعكير صفو الأمن والاستقرار. وهنأ صمود قيادة الوحدات الأمنية والأفراد بأعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر. أشاد سفير اليمن وعميد السلك الدبلوماسي العربي في ماليزيا دكتور عادل بحميد بالجهود الكبيرة التي بذلها شباب الجالية اليمنية واتحاد الطلبة وفرق الإعداد لتقديم الصورة المشرقة لليمن. أكد بحميد أن اليمنيين في المهجر يعتزون بوطنهم وهويتهم وجمهوريتهم وثورتهم رغم البعد الجغرافي، مشيرا إلى أن ذكرى الثورة اليمنية 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر تمثل محطة لتجديد العهد بالوفاء
لتضحيات الشهداء والجرحى والاستمرار في تحقيق أهداف الثورة. وأشار بحميد إلى أن استمرار الثورة ضد الاستبداد والكهنوت والسبيل لاستعادة ما تبقى من الوطن وبناء مستقبل أفضل. هذا وألقيت في الحفل كلمتان باسم الجالية واتحاد الطلاب، شددت على التمسك بأهداف الثورة ومكتسباتها والعمل على استعادة الدولة اليمنية والحفاظ على هويتها السياسية في مواجهة محاولات التمزيق الطائفي والمشاريع الصغيرة. أقرت ميليشيا الإرهاب الحوثية بدفن دفعة جديدة من الجثث مجهولة الهوية في محافظة صعدة وسط شكوك حقوقية بحدوث تصفيات داخل سجونها. وتحدثت وسائل الإعلام عن دفن نحو 60 جثة مجهولة الهوية في محافظة صعدة تحت إشراف النيابة الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية. أكد حقوقيون لصحيفة الشرق الأوسط أن معتقلات الجماعة الحوثية في محافظة صعدة وغيرها من مناطق سيطرتها لا تزال تعج بآلاف المختطفين، يتعرض العشرات منهم للتعذيب. ولم يستبعد ناشطون حقوقيون أن تكون الجثث لمدنيين مختطفين قتلوا تحت التعذيب في سجون الميليشيا. وكانت ميليشيا الحوثي أعلنت قبل عدة أشهر عن دفنها نحو 62 جثة مجهولة الهوية، وزعمت حينها أن الجثث كانت محفوظة منذ عدة سنوات في ثلاجات مستشفيات حكومية. أكدت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها القاطع لمثول الصحفيين أمام محاكم استثنائية خاصة بالإرهاب في قضايا متعلقة بالنشر، وذلك عقب قرار المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن باستدعاء عدد من الصحفيين والنشطاء من بينهم الصحفي عبد العزيز المجيدي للمثول أمامها ضمن قضية مقتل العميد عدنان الحمادي بتهمة التحريض. وقالت النقابة في بيان إن توجيه تهم نشر للصحفيين واعتبارها جزءا من تشكيل إجرامي يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا جسيما لسمعة ونزاهة القضاء. وأوضحت النقابة أن هذا الإجراء يشكل تهديدا لمسار العدالة في قضية تهم الرأي العام، خاصة مع التأثير الكبير الذي أحدثته واقعة اغتيال القائد العسكري والشخصية الوطنية عدنان الحمادي على المستويات الشعبية. أقامت الدائرة السياسية بالمكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة ريم دورة تدريبية لتنمية القدرات السياسية للقيادات الميدانية بالمحافظة، في الدورة التي أقيمت في مدينة مأرب وحضرها جمع من قيادات الإصلاح من أبناء المحافظة المتواجدين في محافظة مأرب، وحيث طرحت عدد من البرامج التدريبية التي تهدف لإكساب المشاركين مهارات العمل السياسي وتعزيز قدراتهم للمشاركة الفاعلة في المراحل القادمة. وعبر المشاركون عن ارتياحهم لإقامة مثل هذه الدورات التي تسعى لتفعيل العمل السياسي، وتؤكد على أهمية إعادة الاعتبار للحياة السياسية التي تسعى الميليشيا الحوثية إلى تغييبها واستبدالها بنهجها الطائفي القائم على إلغاء الأحزاب والمنظمات المدنية وكل مظاهر الحياة المدنية. تأتي الدورة في إطار حرص الإصلاح على تأهيل كوادر وتعزيز قدرات في مجالات الحياة المختلفة. دشن وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبد الله الباكري والقائم بأعمال مدير عام مكتب الزراعة والري المهندس علي بحيبح، دشن المرحلة الأولى من مشروع الدعم الطارئ لسبل العيش والزراعة في محافظة مأرب الذي تنفذه منظمة الفاو عبر الشريك المحلي ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية ومكتب الزراعة والري بالمحافظة. ويستهدف المشروع الممول من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يستهدف 2390 مزارعا من المجتمع المضيف والنازحين في المحافظة بهدف تحسين سبل العيش وتعزيز الإنتاج الغذائي لهم. وفي التدشين قال وكيل
الوكيل الباكري إن المشروع سيعزز من صمود المزارعين لتجاوز العديد من التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية وظروف الحرب والتخفيف من آثارها. تشرفنا بالحضور لتدشين تدريب المزارعين، وهناك مدخلات زراعية. حقيقة نشكر الأخوة في مكتب الزراعة ومنظمة الفاو في دعم المزارعين بذور البصل والبامية والسمسم وبعض الأسمدة. ولكن هنا اللي نأكد عليه أنه في محافظة مأرب هي طبعا سلة غذائية متكاملة، ولدينا مقومات ممتازة جدا للزراعة، التربة، الخصبة، المياه المتوفرة، ولا علينا إلا أن نوفر للمزارع البذور والتقاوات والتوعية الزراعية بأهمية الحفاظ على التربة وعلى ترشيد استهلاك المياه وتقنينها، لأنه هناك في استنزاف للمياه في بعض المزارعين، في أيضا استخدام سيء للمبيدات الحشرية معالجة الآفات الزراعية. فلا بد أن ننشط في مجال التوعية بأهمية التوعية بالإرشاد الزراعي وتوعية بأهمية استخدام المياه، تقليب التربة إلى غير ذلك، معالجات الأمراض والآفات الزراعية. في البداية نشكر منظمة الفاو وعلى ما قدمته من مشروع دعم المزارعين في القطاع النباتي من خلال توفير المدخلات الزراعية والبذور البامية والبصل. كذلك نشكر منظمة ائتلاف الخير الشريك المنفذ على توزيع المدخلات الزراعية والثروة الحيوانية. المشروع بشكل عام يعمل على دعم 2390 مزارع، من بينهم 890 مزارع يتم دعمهم بالثروة الحيوانية، وكذلك 1000 مزارع يتم دعمهم ببذور البامية والبصل و50 طن أسمدة مركبة. كذلك 500 مزارع سوف يتم دعمهم ببذور السمسم من 15 كيلو لكل مزارع، بذور سمسم بلدي من محافظة مأرب كذلك سوف يتم دعمهم لكل مزارع ب 75 كيلو سماد اليوريا، أي ما يقارب إجمالي 37.5 طن سماد اليوريا. ندرشن اليوم مشروع الدعم المزارعين الممول من قبل الأغذية العالمية والزراعة في الأغذية والزراعة في منظمة الفاو، وتنفيذ ائتلاف الخير للإغاثة والأعمال الإنسانية، وشراكة مع مكتب الزراعة بالمحافظة. هذا المشروع الذي نستهدف من خلاله 2390 مستفيد من المزارعين، سيستفيدوا منها من خلال بذور وأسمدة وكذلك ثروة حيوانية، وكذلك تدريب بعض الأسر على كيفية صناعة الحلوى الطحينة. هذا المشروع الذي نأمل من خلاله أن يكون يساعد المزارعين في صمودهم وبقائهم في هذا المجال، ويطور من قدرات الزراعية في المحافظة. احتفت كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة إقليم سبأ بمحافظة مأرب بتخرج الدفعة الخامسة هامات إدارية من طلاب قسم إدارة الأعمال، والتي تضم 65 طالبا وطالبة، تزامنا مع الاحتفالات بالعيد الوطني 62 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، والعيد 61 لثورة 14 من أكتوبر الخالدة. وتعد كلية العلوم الإدارية والمالية من أكثر الكليات كثافة طلابية، حيث بلغ عدد الطلاب المتخرجين من مختلف الأقسام خلال 7 سنوات الماضية أكثر من 1000 خريج وخريجة. نحن في هذا اليوم نحتفل طلاب إدارة أعمال الدفعة الخامسة تحت مظلة هامات إدارية في هذه المحافظة الأبية، فنتقدم بالشكر لمن كان له الفضل في تهيئ لنا هذا الصرح التعليمي، اللواء سلطان بن الأرادة، وأيضا نشكر رئاسة الجامعة وعمادة الكليات
كل من كان لنا سندا في الجامعة وكانوا لنا نعم السند. من بين فتات السنين وعكاز الأيام الصعبة خطوت دربا مليئا بالعثرات، حلما نسجته بخيوط الأمل، وها أنا اليوم أحصد ثمرة جهدي وأتخرج بدفعة هامات إداري. دشنت في مدينة مأرب عملية توزيع حقائب وزي مدرسي متكامل ل1500 طالب وطالبة من الأسر الأشد احتياجا في مخيمات النزوح والمجتمع المضيف، والذي ينفذه منتدى الإغاثة والبناء بتمويل من وقف الديانة التركي. وأشاد وكيل محافظة مأرب لشؤون الإدارية عبدالله الباكري بالمشروع الذي يتزامن مع تدشين ما الذي يتزامن تدشينه مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية لثورة 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر وانطلاق العام الدراسي الجديد، وما يعكسه من أعباء كبير على كثير من الأسر النازحة والمجتمع المضيف في توفير الحقائب المدرسية من مستلزمات وزي مدرسي. وثمن الباكري التدخلات الإنسانية لوقف الديانة التركي بالمحافظة في عدد من القطاعات ودعمه لقطاع التعليم الذي يواجه تحديات كبيرة جراء النزوح الكبير إلى المحافظة. نتيجة للتدفق المستمر للنزوح، ولذلك نأمل من الأخوة الأشقاء في وقف الديانة التركي أن يدعموا، أن يستمر هذا العطاء بدعم قطاع التعليم في كل الأوجه، بما في ذلك إيجاد البنى التحتية المدارس، كفالة المعلم، توزيع الحقيبة المدرسية والزي المدرسي بشكل أوسع، لأنه الإمكانيات ضئيلة جدا، ونحن يهمنا ويهمكم جميعا قطاع التعليم، لأن التعليم هو الأساس، ولا بد أن تتضافر الجهود في دعم قطاع التعليم حتى نوجد مجتمع متعلم صالح يقود البلاد إلى الخير. أتمنى أن يستمر ذلك العطاء، وأن تستمر التدخلات الإنسانية للحاجات الإنسانية. نشكر وقف الديانة التركية على جهوده وعلى دعمه السقي معنا في محافظة مأرب للتخفيف من معاناة الأسر المحتاجة في محافظة مأرب في كل المجالات الأساسية التي يحتاج إليها الإنسان في محافظة مأرب. أيضا نشكر منظمة CRB على جهودهم وعلى تنفيذهم لهذه المشاريع التي تعتبر من أهم المشاريع التي نحن بحاجة إليها في محافظة مأرب، وبأخص برامج دعم التعليم، لأن التعليم هو يعتبر الأساس الذي نحن نحتاج إليه في محافظة مأرب. نفذت السلطة المحلية في محافظة لحج يوم أمس حملة لإزالة ورفع الأكشاك والبساطات العشوائية والدراجات المركونة من جنبات الشوارع بمدينة الحوطة عاصمة المحافظة. وقال مدير شرطة السير بمحافظة لحج العقيد قحطان أحمد إن الحملة جاءت استمرارا للحملات السابقة بالتنسيق مع مكتب الأشغال والسلطة المحلية بهدف إزالة العشوائيات التي تتسبب بالاختناقات المرورية وتعرقل حركة السير داخل شوارع المدينة. وأشار قطان إلى أنه جرى خلال الحملة دعوة قيادة نقابة مركبات الأجرة لتنظيم عملها. دشنت مؤسسة فينا خير بالشراكة مع مؤسسة متطوعون بمدينة الغيضة دورة تدريبية في الفوتوشوب والتصميم الجرافيك. وخلال التدشين أكد الأستاذ سالم عبدالله نيمر الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة على أهمية هذه الدورات التدريبية في تمكين الشباب وتطوير قدراتهم بما ينسجم مع رؤية المحافظة في النهوض بالمهارات المحلية وتعزيز فرص العمل لهم. من جانبه ثمن فايز بالحاف مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمهرة دور مؤسسة فينا خير ومؤسسة متطوعون الهادفة لتطوير مهارات الشباب وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل،
ويشارك في هذه الدورة التي ستستمر لمدة 5 أيام نحو 18 كادرا في مجالات التصميم المختلفة والإبداع الرقمي. نشرتنا انتهت، وعودة إلى أهم عناوينها. عرض عسكري في الجوف احتفاء بعيدي 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين. الجالية واتحاد الطلبة اليمنيين في ماليزيا يختتمان فعاليات الاحتفاء بأعياد الثورة اليمنية. للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت سهيل.net وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ومنصة إكس واليوتيوب والتليجرام وعلى قناة سهيل في الواتساب. في أمان الله.